مرحبا بكم في بريف سبور. حلقتنا اليوم برعاية تونيزيا سيرفي. تونيزيا سيرفي سبيسياليست دي زيتود ديجيتال. أي شركة تحب على الاستبيان الرقمي تنجم تتصل بها. البداية باش تكون بأخبار كأس تونس لكرة القدم. البارح تلعبت مقابلات الدور ثمن النهائي. الملعب التونسي فاز على النجم الساحلي بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المقابلة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. النادي الصفاقسي فاز على شبيبة العمران بضربات الجزاء 3-0 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. النادي البنزرتي فاز 2-0 على قواف القفصة. الأولمبي البيجي فاز أمام مستقبل القصرين بركلات الترجيح 4-3 بعد نهاية المقابلة في وقتها الأصلي والإضافي التعادل السلبي. الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه فاز على بعث بوحجله 1-0. نجم المتلاوي انتصر على هلال الشابه 2-1 بعد تمديد الوقت. والنادي الافريقي انتصر على هلال مساكن 4-0. مقابله كان نحكي عليها مهاجم فريق بيب جديد حمدي العبيدي. وهاو شنو قال؟ الحمد لله يا ربي ماتش الكوب ما فيهمش خيار اخر انك تربح خويا، سورتو في ميدانك لازمك تاخذ نسياتيه من اول دقائق. يوم حاجة تفرح تشوف علي العمل ماركة، زواير ماركة، هنا ماركية، نادي ماركة، تشوف معناها فرحت برشا للولاد سيرتو علي. اليوم تنجم تقول رجع فورمتو، ان شاء الله يكون الديكليك نتاعه وان شاء الله القادم افضل. اول حاجة في ماتش ويت الكوب ما فماش معناها دي زيكيب اقسام سفلى ولا اقسام ولا اقسام كبرى، معناها تو لي زيكيب خويا لازمك تعطيهم كما نقول، لازمك تخدم لهم الكل نفس الخدمه ولازمك تكون محضر لهم نفس التحضير باذن الله. هذا باش تدور المباراه الاخيره في الدور الثمن النهائي بين الترجي واتحاد بنقردام بعد غدوه الاربعاء 22 فيفري انطلاقا من ماضي ساعه ونص. المقابله هذه باش تلعب على ارضيه ملعب حمادي العقربي برادس. اليوم انطلقت عمليه التذاكر الخاصه بالمقابله هذه وباش تكون اليوم من 9 نتاع الصباح لل 5 نتاع العشيه وغدوه كذلك، بينما عمليه بيع التذاكر نهار الاربعاء باش تكون من 9 نتاع الصباح حتى كش نص نهار. اسعار التذاكر بالنسبه للبلوز 20 دينار، اون سانت سوبيريور 30 دينار، اون سانت انفيريور 40 دينار، تريبيون سنترال 50 دينار. نعطيكم برنامج الدور ربع النهائي نهار الاحد 26 فيفري. الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه يستقبل النادي الافريقي. النادي الصفاقسي يستضيف الاولمبي البيجي. الملعب التونسي يواجه النجم المتلوي. ونهار الاحد 5 مارس الفائز من مباراه الترجي الرياضي التونسي واتحاد بنقردام باش يلعب ضد النادي البنزرتي. نبقاو في كرة القدم. نهاية الأسبوع باش تتلعب مقابلات الجولة الثالثة من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف. في الشامبيونز ليغ الإفريقية الترجي الرياضي التونسي يواجه الزمالك المصري نهار السبت 25 فيفري مع 5 نتاع العشية في ملعب رادس. نذكروا لي فريق باب السويقة كان فاز في الجولة الثانية ضد شباب بلوزداد في الجزائر بالذات بنتيجة 1-0. بالنسبة لكأس الكاف الاتحاد المنستيري يتحول للكونغو الديمقراطية وين باش يلعب نهار الأحد 26 فيفري مع ماضي ساعتين ضد تيبي مازمبي. نذكروا لي فريق عاصمة الرباط كان تعادل في الجولة الفارطة مع ريال باماكو المالي بنتيجة 1-1 في مالي بالذات. كشف رئيس مجلس إدارة نادي وفاق ستيف الجزائري عبد الحكيم سرار عن فسخ عقد المدرب التونسي شهاب الليلي بالتراضي بعد الخسارة البارح أمام فريق أمل الأربعاء في البطولة الجزائرية. الوجهة المقبلة لشهاب الليلي من المنتظر أنها تكون نادي الوحدات الأردني. المنتخب الوطني للأواسط يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة غامبيا لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية الأقل من 20 سنة اللي تستضيفها مصر إلى غاية 12 مارس المقبل. منتخبنا الوطني يلعب غدوة ماضي 3 ضد غامبيا على أرضية ملعب الإسكندرية الدولي في افتتاح مشواره في الكان، وباش يكون مدعوم بخدمات اللاعب ريان الحداد اللي باش يكون معوض للاعب مكرم الصغير اللي غادر المجموعة بسبب الإصابة. نذكروا لمشاركة اللاعب الأهلي محمد الضاوي كريستو غدوة ضد غامبيا مش باش تكون مؤكدة بعد ما أحس اللاعب في التدريبات بأوجاع على مستوى العضلة الأمامية وما نجمش يستكمل الحصة التدريبية. نحكي تنس. البطلة التونسية والعربية أنس جابر فقدت للأسف في المركز الثالث عالميا لصالح الأمريكية جيسيكا بيغولا بعد ما نجحت الأخيرة في بلوغ المباراة النهائية لبطولة الدوحة للسيدات. أنس أصبحت في المركز الرابع بعد ما تجمد رصيدها من نقاط عند 5111 نقطة، في المقابل بيغولا ولا عندها 5250 نقطة بعد ما تحصلت على 250 نقطة جديدة. نذكروا إلي أنس خضعت الأسبوع الفارط لعملية جراحية على مستوى الركبة مفروض عليها الانسحاب من مشاركة في بطولتي الدوحة ودبي. كان معكم حمزة بن خليفة في بريف سبور. أكثر تفاصيل تلقاهم على سيتنا tunisienumerique.com. لايك وبرتاج باش توصلكم أكثر أخبار. نتقابلوا في مواعيد لاحقة. باي باي نسلكم.